3000 ما قالوا سعر الكسر بيكون لحد الان بس داخل لك واحد شنو؟ ما ادري هذا صاير يعني بين ال 2000 و ما ادري شلون ما ادري شلون جايبينه بين ال 950 وال 2000 بعد مو 5000 950 ها؟ بين ال 950 اي والله يعني شكله بين ال 900 يعني اكبر شوي من ال 950 طيب وهي اكبر ال 2000 اكبر منه 950 غصب اليسو هذا اكبر من 950 اليسو 3000 اصغر من 2000 واكبر من 950 اي انا هذا اللي اقوله ما شو اسمه ما ادري حلو شكله ممتاز يمكن وديديد حلو شكله ما ادري بس للحين ما استقروا انا اللي فهمته واحد يقول لي احنا اللي شفناه بديتون كان المؤشر ماله عادي ومال السبرسيف كان هذا الباراجراف فما ما ندري لما عرضوه في المانيا كانوا اثنينهم ديجيتال يعني صار شكله قبيح اي هذا اللي شفناه بديتون صحيح بس اللي بالمانيا ما في انباع 5000 ب 1100 دينار شلون؟ 5000 انباع ب 1100 دينار الله يجوا 5000 بلاش اي ادري بعد بلاش هذا ما ادري من بايع صدق اي والله ما ادري عنه شريته وكم واحد اكو بالكويت؟ ما ادري يمكن ثلاثة أربعة كذي اي والله خذا واحد من ربع يستاهله بصراحة لا على بالعافية حجي انا بغيت اخذ واحد هناك بس تعود من بلي لا انطر انطر شوف هذا 3000 او شوف الكنود الجديد الكنود اللي هناك يقول سعره مو اقل من 10 يقولون بين 5 لل 10 ايوه بالضبط 9 كيلو 2 ينكي مايك 9 كيلو 2 جولف سيارة والله شو اقول لك يا حجي الله يكتب معك الخير اللهم امين بس أم الكنود شكله وايد ممتاز بصراحة يعني شكله فخم على الاوبشن اللي فيه بصراحة هو ممتاز إيه لا لا متعة متعة متعورة فيها ما شو اسمه لا شيء ممتع الحقيقة لا لا متعة والله يعني متعة الواحد يكون بديتن يبي له متعة نروح وعمل دخل روح انا وياك والله ما ادري شوف مكان السنه الجايه ان شاء الله جميله والله يلا فوق لا رتبها بس مو عاد ديتن والرد لا حجي انا ديتن انا الصحن هذه ما مقتنع فيها لا اقول مو بس نروح ديتن ونرجع لا لا ديتن وش اسمه وعقب ناخذنا جوله لا يا حلوه هناك جميله انا كنت كذا مرايح هناك من قديم الزمان من زمانات اي والله من قديم الزمان اخر مره دي رحت امريكاي 91 ما شاء الله لا لا لازم تروح تشوف جيرانك مره تول اي لا لا اكيد والله عاد والله فرصه كان واحد من ربع هناك بس بيرد الحقيقه الحين بشهر 8 صار له 4 سنوات هناك هو وعيز هو يقول لي الحين رد 5/8 راح يرد الكويت كان قعدنا عنده بعد هو عنده بيت في شو اسمه في ميرلند هذا على العموم انا ظاهر باخذ فاصل اعلاني حجي بريحها يلا يقعد نواب رابط نانكيت وجيز نانكيت وواي مالا ويا خليني اشوف بس اذا كان موجود ودي ادردش وياه لحظة ابو خالد قال بي هني ابو خالد ابو حسين هلا بيك وشور هلا والله شاب خير اميغو هلا والله صوتكم يهفز انت هو اللي معك ياسر عدل ايه 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 صوتكم يهفز ايه ايه جاي من نورثي بول يا رجل ايه مسلم ايه ما تسمع ها صباح الخير وانت بخير عليك صحة سلامة وشلونك تمام والله بخير بنعم الله يخليك وينك في بالشارع ولا في البيت الله يعطيك العافية ايه ساعد دوب بسمعك ما شاء الله شاطك زادت عندك 9 ما شاء الله تمام شغل عدل الحمد لله رب العالمين الحمد لله والله بيت ما في اخوي ما اخذ لي دام ليل حق رمضان ومن شويته انا طالع من الدوام
شيء؟ سويته معهم.